يسعد كمان أيام الجميع، عدنا والعود أحمد. اليوم كمان لا نزال نحن وين؟ بالمملكة التدمورية السورية اللي هي بالبادية السورية والتي تبعد شمال مدينة دمشق بحوالي تقريبا 245 كيلومتر. أهمية المملكة أنه بالبادية السورية كل القوافل القادمة شرقا من الاتجاهات الأربعة بدهم يمروا حتما من خلال هالنقطة هي أو القلب البادية السورية اللي فيها المملكة. وبالتالي بقالي كان في عنا مهمة كتير على عاتق المملكة هي حماية القوافل اللي بتمر عبر البادية من قطاع الطرق، من لصوص، من أشياء، من الغزو، يعني بما معناه. حتى ما ندخل كتير بالتفاصيل أكثر، حابب أقول على جزء منشأة من منشآت المملكة أو بقايا المملكة التدمرية، يلي هو عبارة عن المعبد، أو بقصد بكلامي ساحة الأجورا أو ساحة السوق الرئيسية. كلمة الأجورا أصلا هي يونانية وليست عربية، أنا هيك بتصور. المهم أنه بنسميها نحن ساحة السوق العامة، بيمشي الحال، يعني أفضل هيك هالطريقة، هيك أفضل. ساحة الأجورا قريبة كتير من المسرح، وكمان هي غرب كمان قاعة الضرائب، التنتين الثلاثة تقريبا ضمن نطاق واحد. هي الباحة هي اكتشفت بالعام تقريبا 1939 1940 اكتشفوها. طيب هداك الوقت كانت فرنسا هي اللي محتلة سوريا، وبالتالي بقى هون إلن هن سلبيات ولا تحصى، كمان إلن إيجابيات. مثلا اهتموا كتير وفتحوا عيوننا نحن على المواقع، الكنوز اللي موجودة عنا، فتحوا عيوننا عليها وانه قديش أهميتها. وبالتالي رمموا شغل مثل القوس التذكاري اللي بالمملكة، رمموه بداك الوقت. في شغلات كتير رمموها، مو بس بمملكة تدمر، اللي يعرفوا أهميتها كيف. وأنا أتمنى هلأ من القائمين على وزارة الثقافة، مين هو هلأ مهيمن على الآثار أو هو ضمن صلاحيته، لحتى يهتموا فيها أكثر، لأنه هدول الآثار هي عبارة عن بقرة موجودة كمثال، يعني بقصد بكلامي ما بتطعميها شيء، لكن بتعطيك هي حليب، وهذا الشيء الحلو يلي بيعرف شو هي. مو هي عبارة عن حجر، لا، الحجارة هي بتحكي تاريخ وبتحكي ثقافة بلد وبتحكي عاداته، بتحكي تقاليده، منين اجينا، عنا نحن أصل، وليس اجينا من غياهب الزمن. لا لا، هذا الشيء مو صحيح. خلينا نحن حتى ما نشرد أكثر من هيك، الباحة هي باحة بشكل مستطيل ومصورة، أبعادها هي عبارة عن 48 ب 71 متر، قلت بشكل مستطيل. هي بتعود تقريبا للقرن الثاني، القرن الثالث الميلادي. بنشوف حواليها أو حوالين الساحة بقصد بحد ذاتها في أروقة كانت تغطى بأسقف خشبية، بيغطوها بأسقف خشبي. ليش؟ لحتى حماية التجار اللي قاعدين بدهم يبيعوا، وكل واحد فارض بضاعته قدامه وكذا، حتى يحموا التجار. هي بتلاقيهم قاعدين كل واحد له مصطبة، منصة بيقعد عليها، وبصير شو بقالي بيتعامل مع الناس اللي حواليه، أو بيستقبلهم أو ببيعهم أو بيزوروا بعضهم، بيشوفوا شو في عندهم بضايع وكذا، ويعني بهالشكل هذا. وبالتالي بقالي لازم يكون الأسقف الخشبية هي بتوصل بين أعمدة الرواق، الأروقة بقصد، والسور يلي هو سور السوق نفسه. وبالتالي بقى هون موجودين العالم تقعدون تحته، لأنه مثل ما بنعرف أنه البادية السورية حارة. وبالتالي بقى منشوف بقلب الساحة جوا ما في، مو مبلط. ليش؟ لأنه حتى الحيوانات تقدر تمشي على التراب، ما تمشي على بلاط. الحيوانات ما بتمشي على بلاط، الطبيعة البشرية والطبيعة الحيوانية. بينما بنشوف مثلا انه في مناطق تانية مبلطة،
من شو هدول بيكون العالم عم يعدوا فيها كذا، يعني هلو مجرة نحن ما بدنا نقول هيك او هيك او شو كذا، يعني بدنا نحكي نحن الواقع الفعلي اللي كان موجود بهداك الوقت. وايه مش هيك برجع بقول هالسقف الخشبي هذا كان يغطي الاروقة هي كلها بكل الاتجاهات الاربعة، الاعمدة هي كان لها تيجان كورنثية مشكلة بنشوفها، النظام الكورنثي يعني مثل هذول النبات هذا بيجي هيك الشكل هذا حلو كتير حلو، وكانوا يعتمدوه بذاك الوقت. في كمان أنواع تانية من تيجان الأعمدة بالعالم كله، طبعا تماجز الحضارات بيخلي الإنسان أو الفنان يلي هو عم يعمل هالتيجان هي يخلي إنه يبتدع شيء لحتى يبعد عن الرتابة. مشان هيك بنشوف هلا هون عم نحكي نحن على الكورنثي بالذات اللي هو أكثر من غيره، طبعا هي بيقصوا فيها نسبة لمدينة كورنثا القديمة. طيب نحن نكمل حديثنا، منقول كمان على الأعمدة هي منشوف إنه في رفوف، في ناس بتسميها قنصليات ماشي أو رفوف، هالرفوف هي كانوا يحطوا عليها تماثيل، هالتماثيل هي تحتها كتابات يونانية تدمرية، تمام يونانية تدمرية بتذكر اسم صاحب التمثال اللي هو فوق اللي حطه، تمام. مثلا مثل حكاية مثلا كمثال منقول تماثيل مثلا لسبتيموس سيفيروس الامبراطور يلي هو اصله عربي، منشوف انه له تمثال حلو خاصة وين منشوفه هي، طبعا هو حكم بين الاعوام 193 للعام 211. ايه كانت التماثيل له هي كانت بتزين المدخل الرئيسي بالرواق الشرقي، الكتابات حكت عليها انه هيك كانت. منشوف كمان مو بس هدول، في تماثيل لاباطره رومان واباطره كمان سوريين، في اباطره سوريين حكموا روما، حكموا امبراطوريه روما، وبالتالي بقى لهم اصلا عربي ما في مجال نعدهم لانه إلها لقطه خاصه فيها. المهم بدي حتى اكمل الحديث في الموضوع، بنقول انه كانوا كمان حاطين تماثيل هون بالمنطقه بالسوق هو نفسه، هذا السوق هذا مثل ما حكيت انه هذا بمدخل الرئيسي بالرواق الشرقي بنشوفه يلي بروح لهنيك بشوفهم تماما هدول كلياتهم. طبعا البقايا والاثار اللي بشوفهم ما بشوف طبعا في شيء بناته تهدم في شيء بناته، بس الكتابات هي اللي حكيت عليها تمام. منكمل الحديث منقول نحن انه باضافه بنشوف نحن بالمدخل عند بوابه الشيوخ بنشوف هنيك كمان عده مداخل كمان في بحرات مي موجوده، البحرات هي وحده بالزاويه هون وزاويه بالزاويه هون تنتين. طبعا وجود المي ضروري كتير لاسباب، اول شيء مشان حتى الحيوانات اول ما تصل تشرب مي وترتاح، وكمان الانسان كمان حتى كمان يشرب مي كمان، وبالتالي بقى لي وضعهم كان مهم كتير ببحرتين، بقايا البحرتين موجودين بالمناطق بالزاويتين هي وهي جنب بعضهم تقريبا. بنشوف نحن حتى نكمل الحديث وما نوقف، بنشوف الزاوية الشمالية الشرقية بنشوف قدام البحر تمام في بقايا منصة، كانوا شو المنصة هي لشو السبب موجودة؟ لإلقاء الخطابات. واحد مثلا مفكر حاله فهمان اكثر من غيره، ممكن هو شو بقى يقعد يلقي كلمات معينه حتى العالم تسمعه، يعني فرصه واجيت يلا مثل انا ليك ولا عم بحكي وما في حدا عم يردني يلا وبقول اللي حبيتوا تصدقوني صدقوني ما حبيتوا على كيفكم، انا بحكي المعلومه وبعدين صف له شو. المهم بيقولوا كلمات بالقاء الكلمات، وبعدين بيوقفوا في ناس خصوصي بيكون هدول من الجنود اللي كانوا هن حوالين المنطقة أو التدميرية طبعا، بيبشروا بوصول القوافل للمملكة التدميرية، بيبشروا فيها، بيبشروا أول شيء شيوخ السوق إنه ليك والله وصلت أو رح تصل هالقوافل هي سالمة الحمد لله ما صار عليهم مشاكل. هدول مهمين كتير هدول إنه يوقفوا على المنصة هي ويعلنوا عليها، او مثلا ممكن يقول واحد مثلا على بضائع معينه ويقول شيء مثلا معلومات معينه، يعني هيك كانوا بهداك الوقت على المنصه هي قد شهامه بهداك الوقت. حابب نوه انا وخاصه اليونان بالذات
يلي هنين الأساس للرومان، والرومان إجوا هنين لتكملة وجود اليونانيين وليس العكس. الرومان معروفين أنه هنين عبارة عن جنود قتال ركبوا هنين على الحضارة، أو بقصد الأدب اليوناني، وبالتالي صاروا ينسبوا لحالهم، بينما اليونانيين هن الأصل. ونحن بنعتبر دائما أن اليونانيين هن أولاد عمنا، أولاد عمنا، تمام؟ في إلى تفسيرات معينة وإلى شغلات معينة، وخاصة ما إجا اسكندر المقدوني كمان كان يعتبر حاله هو أولاد عم. المهم حتى ما كمان نطول كتير كمان بالمواضيع حتى نحكي فيها، منشوف نحن قدام الجدار الشمالي منشوف في كتابة بتعود لحوالي 198 ميلادي، كتابة أرخت بالعام 198 عم تقول عن شخص اسمه سوادة بن مالك، سوادة ابن مالك، طبعا لازم هو بن مالك، طيب باللغة العربية الفصحى. هذا الشخص هذا كان معروف جدا انه كان يحمي القوافل القادمة عبر البادية السورية، وبالتالي قال من اهميته حطوا له هالتمثال هذا، كرموه بوضع التمثال هذا، سوادة بن مالك مشهور كتير. المهم بنرجع منكمل للحديث، بقية هو العمود الثالث من الزاوية الجنوبية، يلي بشوف الزاوية الجنوبية من السوق بشوف في رف مؤرخ عليه بالعام 157، بالعام 157 هذا بيذكر اسم شخص اسمه أوليبوس، أوليبوس يرحاي، أوليبوس يرحاي، هو كان تاجر غني جدا. المهم أنا ما بعرف إذا كان هو قبر يرحاي أو مقبرة يرحاي يلي موجودة بمتحف دمشق الوطني هو نفسه أو غيره، ما بعرف، أنا ما بستغرب ليش، لأنه التنتين المقبرة غنية وهو كان غني، بعتقد بجوز يكون هو نفسه، ما بعرف الأحوال، ما بقدر أقول شغلة إلا تكون تقريبا موثقة، وأنا متأكد أنه أحاول أعرف كذا، وبعدين التاريخ متحول دائما. لكمل الحديث يعني كذا منشوف كمان في على رفوف أعمدة الرواق الشمالي، هدول القنصليات اللي عم أقول عليهم، في التماثيل الصغيرة بتمثل شخصيات رسمية رومانية أو تدمرية كذا، بتلاقي حاطينهم هدول يعني تكريم لهم. ومنشوف نحن على أعمدة الرواق الغربي كانت للشخصيات العسكرية، للشخصيات العسكرية طبعا مهم كمان لحتى أنه يخلوا أنه العساكر ينبسطوا بحالهم أنه والله نحن قلنا مركز معين، وبالتالي بقى كانوا يكرمون يحطوا لهم هالتماثيل هدول يمجدون، بقصد بكلامي. منشوف كمان بالمنطقة الجنوبية أو الرواق الجنوبي في يحطوا هن تماثيل لرؤساء القوافل، رؤساء القوافل والشيوخ حاطينهم كمان. كيف عرفنا؟ برجع بقول هالكتابات هي المنحوتة على الأعمدة، يعني هون بصير نعرف انه والله هدول هيك، هدول كانوا هيك، كل ناس كانوا بيلتزموا فيما يخصهم، العساكر لحال، التجار لحال، يعني كل ناس لحال، يعني لحال. بكمل الحديث بقول في قاعة الاحتفالات الرسمية هون، هي القاعة هي بتقع هي بالزاوية، الزاوية الغربية من الآجورة، الواحد بيتجه الواحد من زاوية الغربية الآجورة بلاقي هون انه في غرفة او قاعة، هالقاعة هي حواليها ثلاث جدران وشو اسمه وجدرانها كلها حجرية بنشوفها، كانوا يحطوا فوق منها مخدات وشي حتى يكون بساط او كذا لحتى العالم هي تقعد عليها وتتركها، مشانك منشوف انه كان هن عندهم عادة، ولغاية هلأ منشوف اهل تدمر حبايبنا واصحابنا وكتار من هون، يعني الله بيعلم انا والله بنبسط، انا وقت بروح لعندهم على كنت انبسط كتير كتير انبسط، وهلا لما اذا كنت رحت لتدمر وبدرح انزعج اذا رحت لتدمر ورح شوف شو صار فيها. المهم بما معناه التجارة بتقعد بتترك على ايدها وبتحكي هي والعالم حواليها وكذا، يعني بالشكل هذا كذا. بنشوف نحن بجدار الرابع في محراب كانوا يحرقوا البخور،
يحرقوا البخور، مثلا يصير عندهم مثلا احتفالات معينة يحرقوا بخور، يحرقوا لما يصير عندهم هنين ولائم. هالولائم هي إذا كانت سياسية ليستقبلوا حدا، أو ولائم دينية يقدموا أضاحي فيها، بعد كلياتها هي هون المنطقة هي كانت لحتى إنه يقعدوا كمان ويحرقوا البخور فيها من زمان. ولغاية هلا في ناس كثيرين بتحرق بخور، حتى بأوروبا بيحرقوا بخور، بتشوفهم بكل بيت لابد إلا يكون في مكان هذا، أو بقصد أواني لحتى يحطوا فيها بخور تطلع ريحته. منشوف بالقاعة كمان في مدماك، في أفريز مزخرف بأشكال هندسية كمان تعرف باسم مياندر، هي مشهورة. في هون كمان هلا بنهاية المواضيع، يعني كمان بدي أحكي على قاعة الضرائب. في منشوف الباب الشرقي للآجورا بيودي على بناء واسع هو ملحق للسوق العام الآجورا، انكشف عنه بالعام 1965 1968. منشوف هذا أرضيته غير مرصوفة مثل ما قلت، شو السبب ليش التراب لحتى الحيوانات تقدر تمشي فيها، تمام. بنشوف له بالجهتين الجنوبية والشرقية في مدخلين، بكل واحد له 3 أبواب، كل مدخل له 3 أبواب. طبعا هنا بيقصدوا فيها انه المدخل الوسطاني هو طبعا للحيوانات، والمدخلين للقادمين رايحين كذا اللي منه. بنشوف امام الجدار الجنوبي اللي متابعيني هلا تمام بالتفصيل، بنشوف في رواق، كان هذا البؤاب هي في له مدخل خارجي، الرواق هذا كان له مدخل خارجي له كمان مسقوف، كان هون هدم بالاواخر القرن الثالث الميلادي، هذا بيتصل مباشرة لبرات المدينة. هذا وقت هون بفترة معينة لما كان الإمبراطور ديوكلتيان أو ديوكلتيان، ما بتفرق التسمية واحدة لأنه بتختلف طبعا حسب القارئ. هذا وقت عملوا هالسور هذا تبعه، إجا شو صار أحد أبواب هالسور هذا المحيط بالتدمر، صار له هو نفس المدخل للسوق. هذا أعيد استخدام المكان، عادوا استخدامه بالقرون ال11 و12 و13، عادوا استخدامه يعني شيل و11 و12 و13 صحيح، حد ما يكون اشرط كمان. بنشوف انه هون صار في اختلف طبعا الزمن، اختلف هدول الفتره هي انه ما عادت المملكه نفسها، اختلف كل شيء فيها، بالتالي سووا فيها بهون الموقع سووا افران زجاج وافران فخار كمان سوا من نفس الموقع. بنشوف كمان جنوب المدخل الرئيسي كمان في سور انوجد عليه بالعام 1881 لوح حجري معروف باسم التعرفة الجمركية. أنا عملت لقطة خاصة عليها أنه هي طبعا تأرخت بالعام هي 18 نيسان 137. برجع بقول أنه كان في وحدة لسه أقدم منها بتعود للعام 17، لكن بعدين بعد فترة، يعني هديك أول شيء 17 موجودة، لكن بعدين ساووا وحدة ثانية بالعام 1937، هي لحتى تحدد التجار شو ممكن ياخذوا منهم ضرائب، هيك بتصير. كمان هي نسخة منها موجودة من متحف دمشق الوطني، والأصلية اللي سرقها هذا الأفندي الروسي وحطوها هلأ معلش كلهم بيحبوا ياخذوا أغراضنا، ونحن ما بنقول لا، نحن مقابل لا شيء، بياخذوها. يا ترى صح ولا خطأ؟ ما بعرف. المهم حكيت على السوق الرئيسية وحكيت على التجار المول. أنا حبيت أنتوا يعني تشغلوا مخيلكم كيف كانوا التجار يعدوا، كيف كانوا يتعاملوا مع حواليهم الناس اللي حواليهم، شلون يستقبلوا القوافل والتجار اللي جايين حتى يتبادلوا السلع، ياخذوا من تدمر شو بدي اقصد بكلامي التماثيل الصغيره اللي بعدين انتقلت لاوروبا، انتقلت كذا صارت كآلهه، يعني بما معنى الصوره حلوه القديمه بتعطينا فرصه، بتعطينا وقت، وبتعطينا مخيله واسعه لحتى نفكر شو كانوا وشلون كانوا عايشين. انا بتشكركم كثير لمتابعتي وللحديث بقية عن المملكة التدمورية، إذا دخلنا فيها ما بنخلص، وهذا الشيء الحلو فيها. أهلا وسهلا ومرحبا.